السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا أقول لكم، عايزة أدخل أقول لكم الكلمتين اللطاف اللي أنا عايزة أقولهم. بصوا يا جماعة، عنوان البث عشان نفهم صح. في جزئية، وجزئية مهمة جدا جدا، بتحصل ما بين كل زوج وزوجة، ويحصل بسببهم مشاكل كثيرة جدا جدا. الجزئية دي مفادها إن الزوجة بتتكلم في اتجاه، أو بتتكلم بشكل معين ولها نية معينة، والزوج بيفهمها بشكل تاني خالص. انا والله ما عارفه الناس اللي بتكتب، انا ما اعرفش الاضاءه عامله ازاي، ما اعرفش الدنيا ازاي، يعني انا على مش مهم بقى، مش مهم اطلع الدنيا ضلمه، الدنيا زي ما تيجي. المهم بس ركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله. الشكل ده مش مشكله، اهم حاجه انتوا سامعين انا بقول ايه. بصوا يا جماعه، المشكله بتيجي بدايه من لما تيجي الزوجه بتتكلم في موضوع مع الزوج، تمام كده، او بتطلب منه شيء. يجي الزوج يوم جاي قالب الترابيزه عليها ومبهدل الدنيا، وبصي بقى شكوة الزوج: انت عناديه، دي انسانه متمرده، ما بتسمعش الكلام، عمرها ما قالت كلمه حاضر. طيب تمام كده، كده صراحه عنده حق، يعني واحده بالمواصفات ديت لا يعني عناديه ودايما مكابره ودايما بتعلي صوتك ودايما مواضيعك ودايما انت وما بتسمعش، يعني لا ده صعب. اقعد مع الزوجه، انتبهوا بقى للقصه دي بالله عليكم. اقعد مع الزوجه، تبص تلاقي الزوجه تقول لي ايه، والله يا دكتوره ما كده، انا بكلمه وبناقشه في موضوع، مجرد مناقشتي للموضوع كان انا ما بسمعش الكلام، مجرد مناقشتي للموضوع كان انا عناديه، هو مش عايز يسمع. المشكله بتحصل ما بين الزوج والزوجه، يجي زوج يشتكي ويقول يا دكتوره انا بعاني معاناه شديده جدا جدا مع زوجه عناديه، ما بتسمعش الكلام، دايما بتجادل معايا، وما فيش نعم وحاضر، تمام كده؟ طيب تعالوا بقى اسمعوا بقى لما نيجي. طبعا ده كده كلامه كده عنده حق في الشكوى. طب نسمع بقى من الزوجه الكلام بيتقال ايه. تبص تلاقي الزوجه بتقول والله يا دكتوره انا مجرد ما بعمل معاه حوار، هو فاكر ان الحوار ده في حد ذاته ابتلاء، فاكر ان الحوار ده في حد ذاته عند مني، وان انا مش عايزه اسمع كلام، بناقشه بس مجرد نقاش. طيب خلونا متفقين ان لازم يحصل حوار بين الطرفين، ومش معنى ان زوجتك بتناقشك في موضوع ان هي كده عناديه وان هي ما بتسمعش الكلام. ما هو ما فيش حاجه اسمها يعني هو كده واسمعي وطيعي كده، تمام، بس اديها حوار. على فكره هو الكلمه الاولى والاخيره، وانا بقول لك هو الكلمه الاولى والاخيره، لانك انت رب البيت وانت قائد السفينه، واشرب، عملت خط صح خط غلط انت تتحمل نتيجه قرارك. لكن لما تيجي انت تقول ما تسمحش حتى نقاشها، ده مش صح. لا، لازم تسمع نقاشها، ولازم يبقى النقاش في نوع من انواع، بس بقى انتبهي يا دي الزوجه، شوفي انا بقول اهو، هو لازم يسمعك ولازم يبقى في نقاش وحوار. لكن تعالي بقى انت لما تيجي تتكلمي اصلا في الموضوع، لما تيجي اصلا تطرحي المشكله، هل انت بتطرحي المشكله بانهي اسلوب؟ بتطرحي المشكله بانهي طريقه؟ طريقه طرحك، اسلوبك في الكلام، البادي لانجوج بتاعتك عامله ازاي؟ نعم، هو احنا كده، هو انت لازم، لا غلط. لازم طريقه اصلا كلامك وانت بتتكلمي معاه تكون فيها اسلوب من اللطافه. يا جماعه حوار، ما هو انا علشان اللي قدامي يسمعني لازم انا اكون حاضر، لازم يكون يعني حواري ذات نفسه لطيف، لازم هو كمان يحب ان هو يسمع، يحب ان هو يكمل. لكن انا طص، وزي ما بيقول كده الاخ سعد، لو يلبوز وكلمه ما فيش، وهو اذا كان عاجبك، لا، ما ده مش حوار، هيقول لك خلاص اسمعي اللي انا بقول لك عليه وانتهينا، مش هيسمعك. فما تجيش انت تشتكي، لا اصل انا الموضوع مش صح والموضوع ما بيسمعنيش، وهو يقول لا. فمن فضلكم عشان خاطري يا دي الزوجه، هو عايزاه، انا مش عايزه زوج، بصوا من الاخر كده لكل الزوجات، انا مش عايزه زوج يجي يشتكي من واحده ست ويقول دي عناديه ودي ما بتسمعش، وانت اصلا مش كده، مجرد بتتناقشي بس، نقاشك عباره عن ضرب نار، نقاشك عباره عن خناقات، نقاشك عباره عن حرب انت داخلاها، صوت عالي وهو كده غلط. هو الصوت العالي ده ايه؟ لا صوت عالي بالراحه والضحكه. طب قولوا له على فكره في البدايه بس كده عشان يعني ايه تهدي الدنيا، عارفه انا هعمل اللي انت عايزه بس اسمع وجهة نظري، بس انا هعمل اللي انت عايزه بس من فضلك الوضع الفلاني يكون اسمعني بس، اسمعني انا بقول عندي كذا، انا شايفه كذا، طب شايفه سلبيات كذا، طب اسمع، طب ها في الاخر ما اسمعش، هو حر بقى، هو يتحمل النتيجه. لكن انت كمان يا دي الزوج، زي ما انا بقول لها تخلي حوارها جيد وتسمع وتوطي صوتها وتحاول انت كمان اسمعها. يا جماعه يعني علاج المشاكل، بصوا عشان تكسب زوجتك
عشان بالاخر كده عشان تكسب زوجتك، اسمعها، عشان تكسب زوجتك طلع اللي جواها، طلع اللي جواها، خليها تقول، لكن بدون كلام وبدون حوار ودي ما بتسمعش وعناديه، وانت كمان تضرب تتخانقي كانك داخله حرب في نقاش، ده مش صح. في نقطه تانية، معلش اسمعوني يا دي الازواج، وانا زي والدتكم الشباب، انا زي امكم، اسمعوني. لما تيجي زوجه وهي بتتكلم بتنفعل او بتطلع او مش عارفه عامله ايه ومخضوضه ومش عندها احساس بالامان، يا عم ما تطب خاطرها، يا عم ما تقولها تعالي تعالي بس هنا جنبي، خدها جنب منك، طبطب عليها، خدها في حضنك، اهدي بس بالراحه، خايفه من ايه؟ ان شاء الله يا بنتي تكلي وتكلك على ربنا، ما تقلقيش، بالراحه خالص، طمنها. مش انت تاخد ان رد فعلها اللي هي اصلا هي كلها مشاعر، فلما بيجي امر يا تنفعل يا تلاقيها برقت يا مش عارفه، وانت منوبك سواب، بلاش التبريق عشان خاطري، بس هديها، قول لها بس اهدي، تعالي هنا جنبي، تعالي هنا مش عارفه عامله ازاي، طب بس بالراحه اهدي خالص، ان شاء الله ربنا يحل الامور، يبقى ده الحوار. لكن الاثنين كانها خناقه، ده مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالخير. حبيت انبه على النقطه دي، واسفه للدخول المباشر والاضاءه اللي مش باينه، بس معلش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا عمار، ربنا يكرمك عمار مهران، حاضر، ربنا يكرمك يا ام عمار ويشفيكي وانت واولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.